السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة آية من آيات الله أمام أعينكم وأنتم عنها معرضون، وسبيل المهدي المنتظر عليه السلام. العنوان المهدي المنتظر ولا جلب الأنظار، ما إلي لا غاية كما أخبرتكم أحباب بالله. صورت، كنت قاعد في الجنينة وطلع على السماء، فشفت آية كبرى كل يوم بنشوفها بعيوننا، بس الناس ما بيشوفوا آيات الله. عشان هيك احنا عايشين في ظلالة، وإذا ما بنصير نستعمل أبصارنا والسمع نصغي ونسمع وقلوبنا وعقولنا، والله لنكون خسرين. فلازم نعرف آيات الله اللي الله ذكرها في كتابه الحكيم، مش القرآن الكريم بس، آيات الله اللي إيش أمام عيوننا بنشوفها كل يوم. فآية من الآيات إن شاء الله ببينكم إياها، بس خلينا نبلش إيش بسورة يوسف من آية 103 وبننزل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحباب الله، الآيات التي تقول إياها هاي تخص المهدي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول للمهدي: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. اللي هو القرآن الكريم بس بتذكر العالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأنا صورت لكم آية بشوفها كل يوم في عيوني، في مئات وآلاف الآلاف من آيات احنا بنشوفها، بس أكثر الناس معرضين عنها. فبتجركوا آية من الآيات اللي الله سبحانه وتعالى جعلها من آياته الكبرى، إنها إنكم أنتم بتمروا عليها وأنتم عنها معرضون. لأن رب العالمين قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبينتركوا أحباب الله كيف الناس بيشركوا بالله، زي الشيعة مثلاً لما يروح على الحسينيات وسيقول: يا حسين يا علي، هم كثيرتهم والله مساكين، لو بيعرفوا الحقيقة والله لا يرجعوا لرب العالمين، والله لن يفيدهم لا أئمة آل البيت ولا المهدي ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة، والله ما بنفعهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله هو الوحيد الهادي، الله هو الوحيد المحيي والمميت، هو اللي بيدخل الجنة وهو بدخل النار، مش علي كرم الله وجهه خصيم النار والجنة. استغفر الله العظيم، هذا منتهى الكفر. عشان هيك أحباب الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ وهنا المهدي بيقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني المهدي عليه السلام يكون عنده سبيل وبدعو الناس إلى الله وهو على بصيرة، وكل من اتبعه. وبقول: وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأنه بقول لك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. المهدي لا يؤمن إلا بالله وحده لا شريك له، لا يدعو إلا الله وحده، ولا بيستغيث إلا بالله، ما في واسطة عنده بينه وبين رب العالمين. دينا قيما حنيفا ملة أبيه إبراهيم، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان كل المرسلين وكل الأنبياء نفس الطريقة. عشان هيك أحباب الله، سورة البقرة 164 وهاي الآية اللي أنا بحكي لكم عنها أسببينكم إياها، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أنا بدي أشرحكم آية واحدة من في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. أستعجلكم إياها الآية اللي بحكي عنها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هاي الآية لآيات لقوم يعقلون، بس القوم اللي بيعقلوا هم اللي إيش بيعرفوا الآيات هاي المذكورة في الآية. عشان إيه سورة النور 43 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. أنا بحكي عن هاي الآية ألم ترى يعني رؤية عينية. أنا امبارح كل يوم بطلع برا بشوف المنظر هذا بدائما بقول سبحان الله سبحان الله على قدرته ما أعظمها، سبحان الله عما يشكون، تعالى الله عما يصفون. أحباب الله اصبروا معي وشوفوا سورة الروم 48 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أنا اللي بحكي لكم إياه بس الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. أنا بحكي عن هذا الآية، هاي الآية اللي أنا شفتها اليوم ومبارح وبشوفها دائما. سورة الأعراف 96 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله يا أحباب الله إذا بنآمن وبنتق الله سبحانه وتعالى والله يا رب العالمين اللي يفتح علينا بركات من السماء والأرض، وهذا المهدي لما يكون موجود الله سبحانه وتعالى بيفتح علي بركات السماء كلها وبركات الأرض كلها وبكون زمن خير الأزمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يأتي قبله من الزمان ولا بعده من الزمان البركات كلها تطرح في الأرض من الأرض ومن السماء. عشان هيك أحباب الله هاي نصيحة مني لكم بسورة هود 52 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا أحباب الله استغفروا الله رب العالمين أكثر من الاستغفار المسلمين والعرب، ظلكوا استغفروا رب العالمين قد ما تقدروا 100 200 1000 مرة في اليوم. نقول استغفر الله بس قول استغفر الله يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثر من هذا القول والله لا تشوف السماء تنزل عليكم مطرارا والله سبحانه وتعالى يزيدكم قوة على ضعفكم عشان وايش ويسقوا قوة إلى قوتكم. إحنا ما عندنا قوة في العصر هذا الله رايح يزيد سبحانه وتعالى الله رايح يزيدنا قوة على الضعف اللي إحنا موجود فيه العرب والمسلمين. بسورة الحجر 22 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح يعني الرياح لواقح بتلقح إيش الغيوم، في عندك موجب وسالب زي الذكر والأنثى في كل شيء الله خلقه سبحانه وتعالى زوجان، فلما يجوا يلقح الغيوم في بعض بصير في الرعد وبصير البرق وبنزل الماء والبرد والثلج كله اللي علينا نطلب منه نعبد الله ونتقي ونستغفر نكثر من الاستغفار. سورة الأنبياء 32 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هم أعرضوا كما أخبرتكم في الآية هاي بسورة يوسف بقول لك إيش وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
احباب الله يعني تطلع هون انت وجعلنا السماء سقفا محفوظا. كيف البيت اللي انت فيه عليه سقف؟ نفس الشغل الارض لها سقف اللي هي السماء. شو اللي بمنع السماء هذا السقف انزال ويخترق الفضاء في الارض؟ لا بضل اكسجين ولا خلاص تدمر زي كيف الكواكب الاخرى، زي كيف القمر ما بنبت عليه شيء، والمريخ وغيره وغيراته. هاي كلها من ايات رب العالمين، لا تعرضوا على الله ايات الله. سوره الحج 65 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. من رؤوف الله فيه لرحمه ورحمته وحبه ان ماسك السماء ان تقع على الارض. يعني لو الله سبحانه وتعالى بدون تقم منا بس امر واحد بزيل السماء اللي ماسكها، كل عام وانتم تظلش واحد عايش لا مخلوق ولا حتى البكتيريا نفسها بتعيش. رسول 7:9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم يروا يعني رؤية بصرية ما بين إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. يا أحباب الله في مئات وآلاف الآلاف من الآيات قدامنا، هاي بترجيكوا وبتبينكوا من هو ربنا سبحانه وتعالى. أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة قاف آية 6 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. زينها بالنجوم والكواكب والقمر، نطلع في السماء بالليل أو بالنهار بتشوف الغيوم والسعو. والله العظيم أنا شفت المعجزات اليوم، والله المعجزات. بسورة غافر 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يا أحباب الله، الله أرانا آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني الماء اللي بينزل من السماء هذا هو الرزق. لو الماء ما في ماء، ما في إشي موجود على وجه الأرض من جميع الأحياء الحياة والصناعات وأي شغلة إلا بحاجة للماء. أعطوني شيء واحد مش بحاجة للماء. بدك تبني بيت، بدك مي من بطون، بتقدرش تجيب البطون إذا ما حطيت عليه مية مع التراب وخلطته مع الاسمنت. البلاط نفس الشغلة، الخشب نفس الشغلة. الخشب أصلا ما بطلع له الماء، أطلع الشجر. السيارات اللي بنستعملها والطيارات لو ما فيها مي ما بتطير. الماء جعل الله من الماء كل شيء حي، هذا بالمخلوقات اللي خلقها رب العالمين. والصناعات اللي احنا صنعناها ما بنقدر نستغني عن الماء. الجلود، اللبس اللي بنلبسه، الصوف والقطن وغيره وغيراته بدون المي ما بطلع وما بزبط. فهمتوا علي يا احباب الله؟ فعشان هيك بإذن الله راح أرجيكم الشريط بعد ما سمعتوا الكلام هذا. أرجو من إخواني لاحظوا وتطلعوا كيف الآية هاي، وهاي الآية اللي ما بيشوف آية زي هاي لما يجي المهدي مش راح يعرفه. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين طلع كيف بذكروا؟ أيوة أمامكم أحباب الله. You love it? الله يرضى عليك. لا بس بخلي الناس تشوف انه الواحد الله اعطاه نعمة البصر مشان يطلع ويشوف قدرة الله ويحمد الله ويشكره. والله كيف يجمع الغيوم. والله شوف الله يرضى عليكم يا احباب الله. طبعا حركها حيث يشاء مشيئته وقدرته. طالع كيف جمع اللي يقول الطويل بابا. يا حبيبي I love you. ها I love you.
الله. I love the mofda. هي بتقول أنا بحب الكلاود اللي هو الغيم كيف بتجمع. شايفة؟ بس هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حبيت أورجيكم إياها يا أحباب. لا بنشوفها كل يوم إحنا، بس ما بنطلع إلى الأفق والسماوات. اللي زين السماء الدنيا وجعلها إيش زينة الكواكب، خلاها مصابيح، كله سخروا لنا بس مشان نعبده، وما خلقنا إلا لعبادته. وأوصانا كما أوصى كل الرسل والأنبياء بأن نقيم دينا واحدا ولا نتفرق فيه، فأصبحنا طوائف وشعب وفرق ورايات وأحزاب. سبحانك يا أرحم الراحمين. اللهم إني مسلم، مسلم وجهي إليك يا رب العالمين. هاي الدعوة. طبعا يا أحباب الله، كيف إيش بتجمع وإيش بفرق، كله بقدرته وإرادته. هاي قدامك، وشوف هالفتحة هاي، شوف كيف الفتحة هاي تغلق هسه إذا راد مشيته، لا إذا ما بده بفرقهم عن بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعوا يا أحباب بالله كيف يجمع الله الغيم. طلع كيف كان الولد، كان في خزق صغير هيك بين الغيم قاعد يجمع فيه. طلع 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 طلع، بدي اياكم تلاحظوا. طلع انظروا، سبحان الله. يعني الريح بتكون متوجهة في مكان، لازم الغيم كله يكون سائر في مكان معين، بس بتطلعوا هيك كيف الغيم في السماء. ايش بيتحرك هي؟ طلعوا طلعوا هون، ركزوا على هون، طلعوا على هالمنطقة. هاي شوف سامعين صوت الهواء كيف بيطلع الغيم بتجمع على بعضه. هاي قدرة رب العالمين. هون الناس بيقولوا سبحان الله. الله يرضى عليك حبيبي. تعمل انت بتستغني. طلع يا علم، طلع شوفوا، طلع. بس انا قاعد بورجيكم يا احباب الله قدره رب العالمين، ان الناس ما بتطلعوا على اياته. هاي ايه كل يوم بتصير معجزه من معجزاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم اني بآلائك لمن المؤمنين والمصدقين اعلم انك قادر على كل شيء قدير. طلعوا كيف وين ما تطلعوا في السماء. طلع ما بصير صحيح يعني، الواحد لازم يقول سبحان الله. سبحان الله. وانت يا أميرة قولي سبحان الله. ايوه طلع المعجزات تحصل قدام عيوننا كل يوم. طلع شوف كيف بجمع السحاب مسير الرياح، وين ما بشاء بنزل الماء على أرض ميتة فيحييها. ذلكم الله ربكم. فبأي حديث بعد الله وآياته تكذبون؟ انظر انظر. طلع طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. العزة كلها لك والقوة جميعا لك. اللهم وحد صفوف المسلمين، وقف سفك الدماء والفساد اللي في الأرض، ورجع الناس لدينهم الحق، وابعدنا عن الطوائف هاي اللي قسمت الدين اللي هو الدين الإسلامي. إن الدين عند الله الإسلام.
انظروا يا احباب الله، انظروا انظروا، شوفوا اعجازه. هذا هو الرب الحقيقي الذي لا يعبد سواه. سبحان الله سبحان الله، انظر انظر. هاي والله يا احباب الله خير من عباده 70 عام، بس التدبر والتفكر في ايات الله. ايات الله امامكم كل يوم تحصل. انظروا في الارض وشوفوا اثار الله. طلع شوف شوف شوف، لو الريح باتجاه واحد يا احبابي كان لازم كل اشي يروح وين؟ ما بنجمع الغير مع بعضه في نفس المكان. انظر ايش بيجي من الشرق للغرب، وايش من الغرب للشرق، ومن الجنوب للشمال، وبجمع الغيوم من وين بيجوا؟ شوف هالطائرة هاي اللي طارت فوق وطلع. وهاي من آيات الله انه سخرنا وخلانا اعطانا العلم والقدرة انه نصير نطير في السماء. شوف شوف والله لو اقعد سنوات بس للسماء، انظر الى السماء، ما بقدر اوصف قد يعني سبحان الله. عشان هيك كلمة سبحان الله معناتها التعجب مش التنزيه زي ما بقول العلماء. لما تقول سبحان الله معناته تشوف شيء غريب عجيب، بتسبح الله على قدرته وعلى عظمته. طلع هاي قدامكم، شوف كيف تجمعت المنطقة هاي وبجمع ايش يروح. طلع الطيور، شوف سبحان الخالق، كل هاي من آيات رب العالمين. انظروا 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 كيف. اللهم لك الحمد حمدا على مقدار عدد نعمك التي أنعمتها علينا. نحمدك عن من حمدك وعن من لم يحمدك. لك الحمد ولك الشكر، تحيي وتميت بيدك الخير، وأعلم أنك على كل شيء قدير. انظر يا أحباب الله، انظر انظر، شوف اللي فوق راسي، طلع مباشرة كيف تتجمع في الغطة. والله لو المسلمين بس بقعدوا يستغفروا رب العالمين بالاستغفار، إلى ينزل عليهم من السماء ماء مدرارا ويزيدهم قوة على قوة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انظروا يا أحباب الله، بس الاستغفار، فما بالك لو العبادة ونطيع رب العالمين ونحب الخير لبعضنا. انظروا هاي قدام عيونكم، شايفين كيف ايش يجي من الشرق ايش من الغرب، بتجمع الغيم فوق بعض. سبحانك يا أرحم الراحمين. انظر شوف الغيمة هاي كيف عليها نور ضوء الشمس، والغيمة اللي جنبها مش واضح في هذا. انظر شوف الإعجاز، طلع وحياة الله سبحانه وتعالى. إني بحتار بحتار من قدرته، عشان يقول سبحان الله سبحان الله. يسعد لي الوجه، هاي من آيات الله. طلع هاي من آيات الله، برزقنا بالبنين وبالبنات وبالذرية الصالحة، بنحمد الله عليها. لازم نربيهم ويكونوا مصلحين مش مفسدين. اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين. مين أول وأكثر واحد بتحبي؟ لا قبل أكثر إشي مين؟ يعني أول شيء الله صح؟ وبعدين شو بعد الله؟ علي صوتك؟ القرآن الكريم هيك بدي إياك. وبتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صح؟ وبعدين أمك وأبوك وكل المؤمنين والمسلمين والبشر وكل ما خلق رب العالمين صح؟ طيب لما تثاوبي تعملي هيك شو بتسوي أنت؟ ليش بتحط ايدك على ثمك؟ مشان الشيطان ايش؟ ما يضحكش عليك صح؟ الله يرضى عليك. انظر يا ناس انظر، هاي ايات رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون.
تعالى الله عما يصفون. هيا قدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا سبحان الله كيف الغيم يمين وشمال، يعني لفوق لو الريح باتجاه واحد كان بتلاقوا ايش الغيم بروح بجهة واحدة، بس كيف غيم بيجي هيك؟ طلعوا راقبوا راقبوا وغيم بيجي هيك، هاي معنى سبحان الله يا أحبابي بالله. سبحان الله سبحان الله كيف بتجمع الغيم. طلعوا انظروا طلعوا يا أحبابي بالله، شوفوا يعني لو الريح باتجاه واحد كان الغيم يظل رايح بنفس الاتجاه. وتطلعوا كيف بتجمع الغيم، يعني في ريح بتيجي من جهة الشرق وريح بتيجي من جهة الغرب وبتضرب الغيم في بعضه. طلع 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 قدرة الله سبحانه وتعالى، هاي هذا معنى التسبيح. طلع بس بدي اورجيكم كيف الغيم الفراغ هذا كيف تعبى بإذن الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طلعوا يا احباب الله شوف هذا الاعجاز، هاي قدرة رب العالمين. طلع لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عشان هيك بقول لك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. عجائب، وين بروح النهار؟ وين الضوء بيختفي؟ انظروا انظروا كيف الخيم من جهتين من جهتين، هو اللي بسخر الريح وهو اللي بسخر السحاب وبجمعه. هذا إعجاز رب العالمين، هاي آيات الله. عشان هيك نقول سبحان الله مش معناته تنزيه رب العالمين، حاشا لله. عشان أقول لك سبحان الله عما يصفون، كلمة عما يصفون يعني أنه صفتهم خطأ، بس سبحان الله لما تشوف أي شيء غريب عجيب ما بخطر في بال البشر مش قدرة البشر بتقول سبحان الله. طلع هاي أمامكم يا أحباب الله، هاي عند غروب الشمس. طلع بس هاي هي آيات الله اللي إيش الناس غافلة عنها. طلع سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ملك الملوك، سبحان الحي القيوم، سبحانك يا رحمن يا رحيم، أعلم أنك على كل شيء قدير. انظروا أحبابي بالله انظروا انظروا هيو أمامكم، شوفوا كيف جهتين مختلفتين ريح مختلفين. هذا قدرة الله. أروني ما خلقتم يا من أشركتم بالله من دونه واخذتهم أولياء، بتقول يا حسين يا علي يا عيسى يا موسى يا فلان يا علان. سبحان الله ما أعظمك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد تحيي ومميت بيدك الخير وأنك على كل شيء قدير. أحباب بالله أي قدامكم الكاميرا سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.